السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن إثبات أن هذه الآيات إنها للمهدي من القرآن الكريم. في آيات القرآن الكريم، ودائما بنزل شوي، يعني كل ما يزيد بعض الفهم والعلم من كتاب الله بنزل إيش آيات تثبت إنه المهدي موجود في القرآن الكريم وبكثرة، بس مش بالاسم كاسم مهدي، بس إلى الآيات. فأحبابي الله، خلينا نبين كل آيات هاي وندبرها مع بعض ونوصل لنتيجة إنها هاي للمهدي أم لا. سورة الأنعام 68، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هسا هاي الآية أنا من دراستي للقرآن الكريم تبينت أن المهدي مش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. بنعرف شو معنى الخوض بآيات الله والإعراض عنهم. بقول لك حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا كانوا يخوضوا في آيات الله أعرض عنهم، بس يخوضوا في موضوع آخر احكي معهم. وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا الشيطان أنساك وقعدت معاهم وعرفتهم أنهم بخوضوا بآيات الله ثم قعدت معاهم، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بس تتذكر أنك هذول من بخوضوا بآيات الله لا تقعد معاهم لأنهم قوم ظالمين، يعني مشركين بالله سبحانه وتعالى. طيب، شو معنى الخوض بآياتنا؟ سورة النساء 140، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب، هذيك الآية أول ما نزلت هاي بقول لك وقد نزل عليكم في الكتاب، اللي هي إيش؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فنزل مرة أخرى الآية هاي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، يعني الخوض بآيات الله يخوضون في آياتنا، معناتها الناس اللي بخوضوا في آيات الله قاعدين بكفروا بآيات الله وبيستهزئوا بالآيات، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما بيجوز لنا نقعد معهم وهم بخوضوا في آيات الله بيستهزئوا فيها وبكفروا فيها حتى يخوضوا في حديث غيره، بنقعد معهم. إن إذا قعدنا معهم وهم بيخوضوا في هذه الآيات نكون إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا هذه الآية للمهدي مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بقول الله سبحانه وتعالى للمهدي إذا بتشوف اللي بيخوضوا في آياتنا، إذا رأيت الذين يخوضوا في آياتنا فأعرض عنهم. بيخوضوا بإيش؟ يعني يكفروا بها ويستهزئوا بها، فلا تقعد معهم. إذا قعدت معهم بتكون أنت مثلهم، بتكون منافق، لأنه إيش؟ ما بقعد بهالقعدات هاي إلا المنافقين والكافرين. طيب، هسا بدنا نبين شو الخوض بالآيات بتفصيل أكبر. سورة التوبة 65، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني بتخوضوا بالله وآياته القرآن الكريم ورسوله كنتم تستهزئون. هسا الرسول المقصود هو استهزاءهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالمهدي. هسا بنيجي على المدثر من 38 وبنزل، مش انا اورجيكم شو الخوض، انها خاصة بالمسلمين، مش انه خاصة في هسا النصارى واليهود والكافرين اللي بيأمنوش لسيدنا محمد ما لهم علاقة في الموضوع هذا، بس هذول اللي بدعوا انهم مسلمين وانهم ايش من المؤمنين. هسا ببين لكم اياها بالتفصيل من سورة المدثر من آية 38 انه هذا القول لمين؟ للمهدي
عليه السلام. سورة المدثر قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون على المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طب هذول مين هم؟ هل هم كفار؟ لا، لأنهم بصلوش، يعني من المسلمين المكتوب عليهم الصلوات الخمس. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يخوض بآيات الله ويستهزئ بها ويكفر بها، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين إيش؟ عندما توفوا عرفوا أنه في يوم دين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ما تنفعهم أي شفاعة مخلوق. أرجو أن أكون وضحت الصورة، أنه هاي الآيات المهدي عليه السلام، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان حدا يسترجي خوف بآياته ولا في القرآن، ولا يستهزئ لا بالله ولا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا في آياته. فإذا هاي الآية مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا كل اللي حوالي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وطعنا ومن المؤمنين المخلصين المصطفين الأخيار. أما هاي المهدي، عندما يأتي المهدي بكون في الزمن في كثير من الناس بيخوضوا بآيات الله وبيستهزئوا فيها وبكفروا فيها وبضحكوا وبيستهزئوا في الله ورسوله وآياته. فهو الله سبحانه وتعالى بيقول المهدي لا تقعد مع إيش؟ القوم الكافرين، لأنهم هذول منافقين وكافرين. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.